اهلا وسهلا نورت بوجودكم. يا اهلا وسهلا. اهلين وسهلين معك. اهلين اهلين. يا اهلين وسهلين معك. كيفك اخي بيزان؟ الحمد لله شرف تاح. اهلا وسهلا ومرحبا. والله العظيم انا طول نهاري قاعد من الاضبيه يا اخي، بشي بدي ادخل بشي بدي اسوي هيك شغلي. ايه انت اذي صار لك زمان ما بينتنا حين شغل مالي عليه. كنت عم طالع براءة الذمة من المالية. ايه عظيم كتير حلو، وان شاء الله خلصتها؟ صارت جاهزة. تفضل. عظيم كتير، وهي انا بدوري رح اضم لك يا اهل المعاملة. ايه سيدي، شو ناقصة لسا؟ ما بقي شيء غير توقيع المدير العام. يعني اليوم ممكن يوقعها؟ يا عيب الشوم منك يا استاذ اسامة، ما بتخلص اليوم. ليش بقى؟ المدير العام مو هو. يعني ما بيرجع اليوم؟ سيدي لا اليوم ولا بكره، بده 10 ايام ليرجع من مهمته بباريس. معلومات عم يحضروا هنيك مؤتمر عن تنشيط وتفعيل الروتين بالبلاد الناميه ونحن بالجمله. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني ما في حدا يوقعها بداله؟ هالمعاملات هي بالذات اخي اسامه مو مخول حدا يوقعها على بعضه، يعني ما بتخلص بصريح العباره. التاريخ الطابو مالك علي يمين تحدفني في معاملات ما تصحبها، نفخوها يعني ما تلاحوا ولسه ما خلصيت. بلشوا فيها شباب وختيلوا ولسه ما خلصيت. ما خلصيت شو نعمل لهم يعني؟ معقول؟ شو هالحكي؟ اذا كان عمي طابو هالطابو مو بحكي لعبه، بده تأني وتذوي وطولة بال عالبيكار، ما بده هوشنة وعصبية وبصدة محروقة. سيد اسامة شوف، شايف هالكيس هاد؟ ايه شايفه. شو فيها؟ هاد حطام؟ لا شو حطام، انت التاني بزعل منك. ها لك هاي شو فيه؟ هاي معاملة ازالة شيوع للحجة امينة بنت محمد عبد البوابيضي. ها ليكو الاسم مكتوب عليها بالقلم الاشرح بالقلم الازرق. وقد ايه صار لها هاي؟ يا سيدي هاي صار لها قبل ما اتوظف انا بالطابو بثمان سنين، يعني حوالي 45 سنة صار لها. اوف 45 سنة ولسه ما خلصي؟ لك حبيبي طابو ها طابو مو مسخرة مو انقلة، في اموال في حصص بدها تنتقل من اسم لاسم وشغلات كذا كذا. الله يرضى عليك. طيب استنى سيد اسامة، شايف هالمعاملة؟ هلا هاي معاملة؟ لك شو هي؟ شو البطاطا؟ يا سيدي هاي معاملة حصر قدس للمرحوم ابو راتب ابن جميل افندي الذهبي. ويلي جنبها هي، اسمع لحظة، هي هي معاملة التركية تبع الحج أمونة بنت الحج أبو جابر بطلني. ودي صار لهي؟ هي من زمن فرنسا. هالمعاملة هي كانت واقفة على توقيع المندوب السامي. لما صار الجلاء طعض المندوب السامي وهدى الاستقلال. وصفيت بلا توقيع لحد هلا، الحق بإيدهم يا أخي. المندوب السامي ما فوت غيره بالتوقيع قبل ما ينسحب لبلاده. يعني الشغلة فيها مسؤولية، مو ضحك لعبة. طابو ها طابو. لحظة سيد أسامة، وشايف هالشوال هاد؟ وشو قصتها هاي؟ هاي معاملة من زمن السلطان عبد الحميد. لك أنت شفت البناية المهبطة يلي صار على هالحالة 60 سنة؟ أنو بناية هاي؟ يعني وين موقعها؟ بأكبر شارع بالبلد معروفة. وهالمعاملة بتخص هالبناية، وهالبناية عليها نزاع. مات المورث، ماتوا الورثة، لحقور الأحفاد وأحفاد الأحفاد، ولسه ما خلصت معاملتها. وأنا والله يعني لأقول لك بصراحة عم حاول خلصها بهالشهرين. هلا ما خلصت بستين سنة وأنت بدك تخلصها بشهرين؟ ولو أستاذ أسامة، يعني نحن مانا معبين عينا. يعني بعدين المعاملة استكملت وراءها، كفاها الله. والسفارة التركية سفارة ساعدتنا ما قصرت. ليش؟ بدك تسأل ليش؟ بعرف، لأنه أصل الملك لواحد من بيت أورخان من تركيا. هذا من تركيا. سيدي الله يبارك بهمتك. وهلأ بالنسبة لي شو لازم أعمل؟ يا سيدي أنت معاملتك خلصت، يعني شغلتك موقفة على توقيع واحد. ولا سيد أسامة يعني خلاص مليت منها وبدك تحمل هالمعاملة بقى سيدي بتمشي؟ أعوذ بالله، مين قال هالحكي؟ أصلاً أنا اللي مهون علي مصيبتي إنك موجود. يعني أنا فرحان من كل قلبي لأني كسبت صديق مثلك. إيه هذا الحكي اللي بنسمع. إذا سمحت يا أخ. نعم. في لي عنكم معاملة. معاملة على؟ بيسمي؟
باسم طالب حسني. طالب حسني، طالب حسني. ايه زكتها، زكتها عليك المعامله عندي، بس ناقصها. ها ناقصها. شو ناقصها؟ يا سيدي بدك توكيل من اخواتك، يعني يعني من كل الورثه من عند كاتب العدل. توكيل جاهز؟ جاهز عظيم جدا. دكان اكتب استدعى جديده، روح سجلها بالديوان. تعال تعال ديوان. ماشي الله يرضى عليك. الكل ابوان يا اهلين بهالوش الحلو. سهل وسهل. دخلي وشو صار بزبون كفر سوسي؟ خليه ينبسط جوزك، طار الزبون. لا تزعلي ولا على بالك ولا يهمك، هيك نصيبي. بس اسمعي لقلك، قولي له لجوزك انه في هلا زبون لقطه لاسطوح الهامه. ايه؟ ليش اسطوح الهامه من حصتك؟ في لي منه ربع والباقي لاختي فايزه. وفايزه قبلانه تبيع؟ ايه ميتة موت على ما تبيع. قولي له هالحكي لجوزك، المهم تخلص هالمعامله بقى، خلينا ننفرش. حاضري. مع السلامه. مرحبا ابو هيثم. يا ميت اهلين وسهلين مرحبتي. يا اهلا وسهلا. مرحبا يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. لك والله يسلمك. عني سمونك باردين وصرار. يا اخي اتسلمني بس تعي والله زعلان منك. تمام لانك صار لك مقاطعني اكثر من كم يوم. ليش هيك؟ والله شئت لك. لك وانا كمان شئت لك، بس شو بدنا نساوي؟ مشاغل الدنيا. اي والله مني. اجى المدير العام؟ لا لسه ما اجى، بده اربع ايام ليرجع. شو هالحكي؟ اي والله. قالوا نعم. ايه انا ابو هيثم مزابلجي عم يحكي. شو الحكي؟ قال لا. ايه الله يلا جاي. خير ابو هيثم؟ شو في؟ قرايبي تارك لي امامي عن صمام الحاره يلي تحت مني، بدي روح اجيب ابوام قبل ما يشطش. انا بروح اجيب لك اياها اذا بدك. لا ولو معونه يعني، الله يرضى عليك، انا بروح اجيبها. بس انت هلقتني اياه، عود محلي هون ودبر راسك على ما ارجع. طيب والمراجعين؟ ما في شيء، خذ وعطي المحرون، ما طول انا 10 دقائق بس. شو الامور ابو هيثم؟ على عيني وراسي. دخيل عينك، شو في هالورقة؟ حط لها طوابع وخذها على فرع الصادق. طوابع شو؟ طابع مالي ب 20 وطابع شعبي ب 15. شكرا. الله معك. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. بدي أعمل معاملة حصر قرص، ممكن أعرف الأوراق المطلوبة؟ تكرم عينك. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. أمور. شو ما عرفته؟ معاون مدير العام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وانا مفتش الوزاره. يا ميت اهلا وسهلا. شرفوا شرفوا استريحوا، تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا فيكم. انت الموظف هون؟ ايه نعم نعم انا. وهي المعامله ليش على مكتبك؟ هي سيدي هي عليها مشكله سيدي. شو المشكله؟ سيدي احد الاخوه مو اخذين منه وكاله رسميه. وشلون عرفت؟ سيدي قارنت البيان العائلي مع عدد الوكالات، طلعوا ناقصين وكالة. وهي شو قصتها؟ هي سيدي هي بدها ورقة من لجنة التحديد والتحرير سيدي. طيب وبعد ورقة التحديد والتحرير شو بدها؟ إخراج قيد عقاري، بعدين حاشية من عندي من هون وتحويل القاضي العقاري، وبعد ما تطلع من عند القاضي العقاري. ايه طيب بدها ناخذها. طيب اوكي. طيب شوف لي المعاملة، ليش واقفة عندك؟ سيدي هي عليها مشكلة صغيرة. وشو مشكلتها؟ أخذين ورقة مختار من غير محلة، يعني أصحاب المعاملة بكفر سوسة وأخذين ورقة مختار من الحجر الأسود. وشو فتوى هيك حالة؟ سيدي تغيير ورقة المختار وتصديق على ختم المختار من البلدية ورقم وتاريخ جديد بالديوان. عظيم كثير. يبدو انك موظف عتيق، كم سنة صار لك هون؟ انا صار لي 37 سنة سيدي. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. إذا بتريد اصرف له مكافأة نص شهر. كتر خيركم سيدي، فضلتوا. عفوا، أنت شو عم تعمل هون؟ أنا لي بعمل هون. شو اسمك أنت؟ أنا
اسامه بقدونيس. وين معامله الاخ؟ ليك هون سيدي. هي هي سيدي، قال بدها توقيع من المدير العام، والمدير العام مسافر وما حدا مخول يوقع عنه. ما بيصير هالحكي. شو ما حدا مخول؟ استاذ اديب وقعها انت اذا بتريد، وهلا ببعث لك كتاب تفويض من الوزاره. تفضل سيدي. يسلم ادياتي، طول عمرك استاذنا، الله يخلينا اياك الهي. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. شرفتوا، الله معكم سيدي، الله معكم. لك لولا وين انت يا استاذ اسامه؟ والله وشك صار خير عندي، هبط قلبي لما شفت المفتش هذا بالاول. ابو هيثم. ايه. يطلع لي نص المكافأة ها؟ ايه، ليش بقى؟ على قولة رجال الأعمال 50-50.